تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة بحر هذا الأسبوع من تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة وترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية. هذه العملية النوعية مكنت من تفكيك الشبكة الإجرامية، حيث تم توقيف 3 أشخاص وجاري البحث عن 3 آخرين، مع حجز أكثر من 108 ألف قرص مهلوس، منها 84 ألف نوع بريغابالين و24 ألف نوع ريفوتريل، بالإضافة إلى حجز وسيلة نقل هذه الممنوعات القادمة من الجنوب باتجاه الولايات الشمالية قصد الترويج. الموقوفين سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.